تحية للقائد العام محمد حمدان دقلو قائد الجاهلية قوات الدعم السريع أخونا المشير محمد حمدان دقلو وليس فريق أول هو بقى مشير والآن أنا فريق كنجر وأخونا تحية لكل الضباط وضباط صف الجنود وأخواننا في الجاهلية وأخواننا العائدين من الكفاح المسلح نحن جاهزين لبرهان والقطط الصومال والذين كلهم في الصف الله أكبر الحديث جاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والأخونا القائد الله أكبر الله أكبر كل الجيش الموجودين في كل القطاع ان شاء الله الله اكبر الله اكبر قادمون من فضل الله تعالى قادمون ويجينا حتى نقدر نجي الجيش وامورهم عندنا حرب علينا ناس حرب علينا ناس حرب علينا ناس حرب الله اكبر والله نحن رجاله الدوله دايرين ما دايرين تلقانا الله اكبر جاهزين حماسكم فوق يا جماعه الله اكبر جوا 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 ايوه الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا خشيت في سيرت مانا جوا جوا الله اكبر الله اكبر وين الحماس وين الحماس يا ناس الحديد نازل الحديد جاي حد ما عنده والله الله اكبر الناس بالكون في الميدان كل شيء موجود والله والدولة هنا لا ان شاء الله رسالنا لبرهان والقطع الصمان هنا جاهزين حديد اكثر من 1150 كيلو يا البيان بالعمل التدخل السريع زاد اقع من الدعم السريع يعني من ننتقل مع الناس ونبقوا بكره مسلمين وكفار ان شاء الله الله اكبر يا جماعه يا جماعه يا جماعه